نبدأ ماشي. نتكلم. واحنا اتكلمنا في صلح الشيبي وحسين الشحات الحلقة اللي فاتت ولا لا؟ اتكلمنا طبعا. طيب حضرتك حكيت الكواليس بالكامل. النقطة بقى التانية، حد قال لك هو ايه المانع ان الاهلي يفاوض الشيبي؟ ايه المانع ان الاهلي يفاوض الشيبي؟ الشيبي عقده يخلص السنة دي، خلي بالك كله دلوقتي هياخد الكلمتين دول بقى ايه، يقول لك شوبير يلمح. والله جت في دماغي وانت بتتكلم على الاعتذارات والحاجات والحدوتة دي كلها. يعني انا عايز اقول لحضرتك، هو الشيبي في الموقف اللي حصل اصلا هو كان طرف في المشكلة والأزمة اللي حصلت في حسين الشحات. الشيبي هو بطبعه وبعض الأمور داخل الملعب ما كانش فيه إساءة مباشرة أو بعض الأمور تخص النادي الأهلي، هو الشيبي دخل في مشاحنات وهو بطبعه مع حسين. حسين هو اللي كان الطرف يعني اللي كان صدر منه الفعل، اعتذر عنه وحصل تصالح. وهنا تكرر الاعتذار أكثر من مرة، عشان ما حدش يقول لك بقى بيقولوا كلام أكثر. تكرر الاعتذار ووقعت عليه عقوبة من الاتحاد، ووقعت عقوبة ماليه قاسيه من النادي. لا بقى. والغريب كمان الناس دلوقتي اللي خدتنا في القصه بتاعت اصل مروان اعتذر، اصل اللاعب اعتذر. انا ما شفتش حد كان بيقول كده على حسين الشحات لما اعتذر، وده مفارقه غريبه جدا. طب يا جماعه، ما هو لما الاعتذار بيتقال ايه الدنيا، يلا نلم ونخلص ويا ابني بوسوا بعض والموضوع انتهى وانت زعلان ليه يا كده، ومع ان دي واقعه حضرتك. انما في موضوع حسين الشحات ده الناس كانت بتتكلم، وازاي واللاعب وحقه يلجا للاتحاد الدولي. يا جماعه، طب ما هو احنا مع كلنا مع الاعتذار، وان الاعتذار بينهي الامور، ولا احنا الاعتذار على الهوى والاعتذار على الكيف؟ اعتقد هي كانت محاوله لابتزاز النادي الاهلي بمبادئه وابتزاز النادي الاهلي بواقعه معطياتها مختلفه عن الواقعه بتاعه مروان حمدي تماما. ولكن حضرتك بتتكلم الشيبي، حسين الشحات نفسه لما جاي يختار احد افضل اللاعبين اختار الشيبي. الموضوع بالنسبه له انتهى مع جمهور النادي الاهلي ومع النادي الاهلي واعتقد ومع حسين الشحات. ففكره ان النادي الاهلي يضمه او من عدمه او يفكر فيه ده قائم بقناعه فنيه، انما انا مش شايف ان في شيء كبير يمنع ان الشيبي يكون لاعب النادي الاهلي بيشوف انه لعيب جيد. يعني انا مش شايف الازمه دي. اتفضل. انا دايما عشان نقفل موضوع بند المبادئ ده، انا عندي قناعات واضحه وصريحه. مبادئ النادي الاهلي تطبق على من ارتدى تيشرت النادي الاهلي. انت تيجي عندي لاعب الاول، تحمل صفة لاعب في النادي الأهلي، تحمل صفة مسؤول في النادي الأهلي، تعال طبق عليك مبادئي. طول ما أنت بره فأنت مش في ذمتي، مش في عهدتي، مش هقدر أعاقبك ولا هقدر أقوم سلوكك. وبناء عليه لو في رؤية فنية تستدعي وجود الشيبي داخل صفوف النادي الأهلي، وقدم الشيبي يعني ما يثبت حسن نواياه تجاه النادي الأهلي وتقديره للنادي الأهلي وجماهيره، ليس هناك أي مانع. اسكت ولا اتكلم؟ ده ولا الدنيا ولعت ده النهارده الحلقه فيها شويه ما بين سطور، شويه الغام كده حلوه كده، ده كم ما بين السطور، شويه الغام لذيذه، مش وحشه يعني، خفيفه كده يعني. تخيل باك رايت وباك ليفت بالشكل ده، علي معلول ويعني منتخب المغرب. طيب هم اللي بيقولوا، انا سالت، احنا بنتكلم في طرح فني، ما بعملش حاجه غير ناس. خليني عايز من كابتن شوبير اللي والله ما قال لنا اي حاجه يعني بره الهوا خالص، ده فعلا يعني. احنا بنتفق على محاور عشان اكون امين معاكم يعني، لكن دايما الحوار عندي هو اللي بيجيب الاسئله، وده المهم، انه كل ما يدور في اذهان جماهير النادي الاهلي كل ما يتم تناوله، بس احنا هنا بالشكل اللي فيه صدق، ده المهم يعني. يعني انت موافق ان الشيبي يجي الاهلي لو في رؤيه فنيه؟ ترى موافق الشيبي يجي النادي الاهلي؟ المبدا نفسه شوبير، انت نهار انسان ده راح، راجل مصور ده. انا مقتنع ان الشيبي قول لي خلاص انت اضافه فنيه للنادي الاهلي. حضرتك موافق انه يجي النادي الاهلي؟ طبعا، انا قلت يعني بما يعني لا يتعارض مع مبادئ النادي الاهلي اطلاقا. ايه في